السلام عليكم. اسماعيل العماش، 39 سنة، فنان تشكيلي وسينوغرافي، متخرج من المدرسة العليا للفنون الجميلة، تخصص تصوير زيتي. السينوغرافيا بالنسبة لي هي روحي أو الوجه الآخر. كي كنت صغير كنت نحب نرسم بزاف، كنت ندير لي طابلو بزاف، نرسم مناظر طبيعيه، وكنت نشفى كنت ندير بالباطا مودلي نشكل اشكال خرافيه من الرسوم المتحركه ومن الشخصيات في الافلام. والتحقت بمدرسه الفنون الجميله وين الاستاذ ديالي طلب منا نرسم نديرو دي ماسك، نجسد شخصيه إليفنت مان. التم قلت هذا المجال اللي نحبه انايا، هذا هنا الطاقه تاعي اللي حبيت تخرج. شكلت هذا الماسك، هذا جسدته ولبسته وبتلته في نفس الوقت. التم بدات الانطلاقه ديالي. في الوقت الحاضر راني نقدم ميسيون بور انفون، عندي مجال فيه ركن الاشغال اليدويه ننجز فيها اكسسوارات. في المستقبل القريب عندي غرون بروجي في السينما، فيها الخدع السينمائيه تريكاج ليزي في سبيسيو. والحلم ديالي اني نكون شباب ونفتح ورشه كبيره تفتح فيه مجال في السينما والخدع السينمائيه.
بروديج سمحت للناس اللي تعرفوا على إسماعيل لايماش ويقدر يدير إسماعيل لايماش في هذا المجال في مجال الخدع السينمائية والديكور، ومن خلال تعرفت على ناس عندهم مواهب خارقة في هذا المجال، ونشكر فريق بروديج اللي عملوا في هذا الجروب ونقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. سلام.